كثير من المواقف يعني نحن نقف معكم لنقدمها من خلال المسؤولين عن الذي يجري. ما يجري في العراق هنالك مفارقات ومفارقات كبيرة. ما الذي حصل في البنية الاجتماعية وهذا التداعي الذي يحصل هنا ويحصل هناك؟ في أغلب الأحيان يعني عندنا بالعراق دائما نناقش الأمور من حيث النتائج، ومناقشة الأمور من حيث النتائج لا يعطيك تفسيرا حقيقيا لأصل الظاهرة ولماذا حصلت، لأنه النقاش والمعرفة يجب أن تبدأ من المسببات الحقيقية للتحولات التي تحصل. ما عهدنا في حياتنا ظواهر الانتحار أن تحصل داخل المجتمع العراقي. إلى الحد الذي كنتم في أوج هذه الظاهرة كنتم تلاحظون قاموا يخلون شرك على الجسور ودوريات، لأنه ظواهر الانتحار صارت عالية. كبير، شاب، وليد، بنية، صغير، صارت كلش عالية. العنف الأسري، هذا اللي ذاك اليوم في كربلاء حرق مرته وقتلها، هذا اللي رمى الطفلة بنته يعني حياته لأن أمها مطلقة رماها من السطح، ذيك اللي ذاك اليوم كتلت أمها من أجل عشيقها، ومارد أكرر. هاي الظواهر اللي تحصل بالمجتمع العراقي الآن يجب أن نفهم من يقف وراها، ليش حصلت، ما يراد لها، ما نجهد أنفسنا بالبحث. هو سبب هذا الفساد الذي استشرى في البلد بطريقة مفضوحة تجاوز كل القيم. ولما أحكي عن الفساد أتحدث عن الفاسدون ومافيات الفساد التي أرهقت هذا المجتمع إلى هذا الحد. ولذلك الفاسدون في العراق هم الذي أدوا وهم الذي كانوا وما زالوا يتحملون هذه المسؤولية، وهم الشواذ الحقيقيون في هذه المرحلة. ولإسقاطات السياسة ولإسقاطات الفساد هذا الذي يحصل اليوم في العراق. أنا ما عندي مشكلة مع الحريات، أنا مع مبدأ الحريات وأن تمارس طقوسك وحريتك بالقدر الذي لا يلحق الضرر بالآخر، ما عندنا مشكلة. بس مشكلتنا الحقيقية هذا الانهيار والتداعي اللي سببته منظومات الفساد الذين هم أشد فتكا وأشد قسوة وأشد ظلما وأشد جورا لما حصل بالمجتمع العراقي. ولا مفهوم الحرية، لماذا قتل 700 شهيد في التظاهرات عندما كانوا يمارسون حرياتهم ويطالبون بحقوقهم، والقتلة ما زالوا يمارسون حريتهم مثل ما يحلو لهم ويمارسون دورهم، وقتلوا بدم بارد لأننا تأخرنا في الحساب، لسنا نحن، لأن المسؤولين تأخروا في الحساب آلة النتائج لهذه المستويات ووصل المجتمع لهذا المستوى. وعندما نتحدث نحن نتحدث إلى الشرفاء الموجودين بأن احذروا هذا الذي يحصل، وهذه هي التداعيات التي وصلنا إليها والتي كنا نحذر منها. فلذلك إذا لم يقضى على بؤر الفساد الحقيقية اللي أنا قايلها بالليل تبوق والصبح تطلع ويا اللي يدورون وتطلع بوسائل الإعلام تنظر وتتفلسف، وهي الأساس في كل ما جرى.